بعد إلغاء دولة الكويت جزءا من ديونها المستحقة على الدولة الموريتانية، تنضم الصين إلى قائمة الدول التي تعفي موريتانيا من جزء المستحقات عليها بإلغاء قرابة مليار أوقية كجزء من الدين الصيني على البلاد. فقد شهدت العاصمة نواكشوط صباح اليوم مراسم توقيع بروتوكول اتفاق بين وزارة الشؤون الاقتصادية الموريتانية والسفارة الصينية في نواكشوط. وقعه كل من السفير الصيني لدى موريتانيا لي باي جين ووزير الشؤون الاقتصادية أوسمان مادوكان. وينص الاتفاق الموقع على إلغاء ما يعادل حوالي 913 مليون أوقية جديدة من ديون موريتانيا المنصوص عليها في اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني الموقعة في 11 من دجنبر 2006 و17 يناير 2008 و25 مارس 2008 بين موريتانيا وحكومة جمهورية الصين. وزير الشؤون الاقتصادية في تعقيبه على الاتفاق ضمن المبادرة الصينية قائلا إن بكين واكبت موريتانيا منذ فترة الاستقلال وظلت علاقات البلدين في تطور. وأضاف الوزير أن إعفاء تسديد هذه القروض يأتي بعد إعفاء سابق لمبلغ بلغت قيمته أكثر من 529 مليون أوقية قديمة. وشهدت العلاقات الصينية الموريتانية تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، حيث استفادت موريتانيا من دعم وتمويل دولة الصين لها في مشاريع هامة وفي مجالات حيوية شملت الصحة، الزراعة، الصيد، الشباب والرياضة، الصرف الصحي، النقل وتخفيض المديونية اليوم. وفي 26 من أغسطس من العام 2021 أعلنت موريتانيا التوصل لاتفاق تسوية مع دولة الكويت لتسديد الدين المستحق لها على البلاد منذ 40 عاما، ونص الاتفاق يومها على إلغاء 95% من الفوائد وتحويل 5% المتبقية إلى استثمارات وتسديد أصل الدين على مدى 20 عاما مع فترة سماح مدتها سنتين. وهي الصين تسير على خطى الكويت لإلغاء الدين المستحقة، والتي كانت لتسديد ديونها للكويت تقف عائقا في سبيل القطاع الاقتصادي في البلاد المتراكمة منذ 40 عاما وتقدر بنحو 950 مليون دولار، معظمها عبارة عن فوائد لتسديد ديونها.